شكرا سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، قبل كانت المدرسة العمومية هي الدار الكبيرة، اللي عنده كيقرا حدا اللي ما عندوش، واللي كيصنع الفرق بينهم هو الاجتهاد والقدرات العقلية ماشي القدرات المالية. كانت مدرسة ديال الإنصاف والمساواة والجودة العالية. اليوم المغرب كيحتل مراتب متأخرة في جودة التعليم، والمدرسة العمومية بالكاد كتنفس تحت ركام الخطط الفاشلة اللي جربناها فيها طيله هاد 25 سنة الأخيرة. السيد الوزير، أزيد من ثلثي تلاميذ المدارس الابتدائية ما كيعرفوش يقراو وما كيعرفوش يكتبوا العربية والفرنسية وما كيعرفوش يحسبوا. 30% فقط من وليداتنا المتمدرسين اللي كيوصلوا للثانوية. إلا زدنا على هذا الشيء 330 ألف تلميذ وتلميذة اللي كيخرجوا من المدرسة كل عام، فاحنا غادي نكونوا أمام أرقام محرجة السيد الوزير وكتخلع. شنو مستقبل بلادنا بهاد الآلاف من الأطفال اللي ما تمتعوش بحقهم الإنساني والدستوري في مدرسة عمومية مجانية ذات جودة كتحقق لهم الإنصاف؟ المدرسة المغربية كانت فضاء وفرصة لتغيير أوضاع الناس للأفضل. للأسف اليوم المدرسة هي فضاء لإعادة توريث الأوضاع السابقة، اللي في العموم من أسرة فقيرة كيورث الهشاشة والفقر، واللي في المعاهد الخاصة من أسرة ميسورة راه كيورث المستقبل. أنا ما غاديش نسولكم اليوم السيد الوزير أشنو وقع المدرسة العمومية حتى وصلت لما وصلت إليه، ولكن غادي نسولكم على أشنو ناويين ديروا من هنا لقدام، شنو هو المستقبل، شنو هي الخطة ديالكم لتدارك هذا الخصاص الكبير في المدرسة العمومية، لأنه هو الباب الوحيد والكبير نحو التنمية. والتذكير السيد الوزير أن البرنامج الحكومي ديالنا من بين الأساسيات ديالو هو التعليم. وشكرا. شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، ما هي استراتيجيتكم في مجال تجويد تعلمات التلاميذ وتجاوز النقائص التي أسفرت عنها التقويمات الوطنية والدولية؟ وما هي الآليات والمعايير التي تعتمدونها لقياس جودة التعلمات؟ شكرا سيدة نائبات المحترمات على هذه الأسئلة. أولا، كنا متفقين بأن النتائج أو التقييمات الوطنية والدولية ديال حول مكتسبات التلاميذ تتبين واحد النقص اللي هو مهم في التحكم في التعلمات الاساس. وفي حقيقه خريطه الطريق 2022-2026 جات باش وركزات واكدت على اهميه التعلمات، والهدف منها هو مضاعفه نسبه التلاميذ اللي تيتحكموا في الكفايات الاساسيه بحلول عام 2026. وباش نحققوا هاد الاهداف تنشتغلوا على واحد العدد ديال المحاور. اولا، توفير واحد التعليم اولي دي جوده، وهذه عمليه انطلقات وحنا الان تنوسعوا المجال ديال هذا التعليم الاولي وتنركزوا على الجوده ديال التعليم الاولي. ثانيا، التركيز على التعليم الابتدائي لان تنعتبره هو الـ هو الـ هو اللي تعطي الاساس للاكتسابات ديال تعلمات التلاميذ. ثالثا، الاستثمار في الانشطه الموازيه والارتقاء بجودة برامج الحياة المدرسية لأن تعتبرها هي اللي أيضا تساعد لتكوين التلاميذ. وهذه الاستراتيجية هناك التركيز على ركيزتين. الأولى هي مقاربة علاجية، عندنا واحد العدد ديال التلاميذ اللي هما عندهم صعوبات اللي هي متراكمة لعدة سنوات ومحتاجين واحد الدعم استدراكي باش نتجاوزوا هذه الوضعية. والركيزة الثانية هي تعتمد على واحد المقاربة اللي هي وقائية في تحسين أساليب تدريس فعالة اللي يمكن تساعد في المستقبل التلاميذ باش ما يكون عندهم واحد المستوى اللي هو أحسن. وهذا تعني خصنا وحنا وهذه العملية انطلقات ديال تكوين وتحفيز ومصاحبة للمدرسات والمدرسين باش يكون واحد التكوين مستمر، ويكون واحد التكوين مستمر إشهادي اللي غادي يأكد أيضا على الممارسة ماشي على الجانب النظري. وفي نفس الوقت هذا تعني بأن خص واحد الشفافية كاملة في تتبع تعلمات جميع التلاميذ، ويكون واحد التقييم اللي هو موضوعي اللي يساعدنا باش نحسنوا أيضا
النتائج ملي تكون النتائج ماشي في المستوى نحسنوا الطريقه ديال التدريس ونحسنوا طريقه ديال الاصلاح. شكرا. نعم السيد الوزير المحترم، ان جوده التعلمات اصبحت تشكل في الوقت الراهن احدى التحديات الكبرى لنظامنا التعليمي، وذلك بالنظر الى نسب العجز التي سجلت على هذا المستوى. السيد الوزير، هذه النسب قد تفاقمت بعدة عوامل، منها تعدد المناهج والبرامج والكتب المدرسية، عدم نجاعة وملائمة الإيقاعات والأغلفة الزمنية للقدرات والخصوصيات النمائية للمتعلمين. كذلك السيد الوزير، ضعف اكتساب المتعلمين للمعارف الأساسية في القراءة، في الرياضيات، في العلوم ولغات التعليم، تعلم ولغات التعليم. وعليه لابد السيد الوزير أن نشير إلى أن أهم ما يمكن أن نأخذه بعين الاعتبار هو تحفيز التلاميذ على ممارسة القراءة بصفة منتظمة، صقل الكفاءات المهنية والتربوية والبيداغوجية والمعارف العلمية في صفوف المدرسين، وقد أصبتم عندما قلتم بأن لابد من التقييم في هذا المجال، مناهج استراتيجية علمية متعددة المداخل والتخصصات للدعم التربوي داخل المؤسسات التعليمية. شكرا. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، كنشكركم على المجهودات اللي كتقوموا بها، واخرها هو الزيارات الميدانية. طبعا اخر هذه الزيارات كانت زيارة ديال اقليم تاونات، بالمناسبة اللي كنتمنى ان المسؤولين على المستوى الترابي يكونوا كيخبروكم بالمشاريع المتعطرة، في الصفقات المتعطرة، وايضا في اين وصل برنامج تغيير المفكك. ايضا موضوع اخر، التاخر في انجاز كل ما له علاقه بالبنيه الاستقبال، سواء المؤسسات التعليميه للاعداديه الثانويه او الاعداديه التاهيليه في كل الجامعات، ثم التعليم الاولي اللي فيه اشكالات حقيقيه. لذلك نعتبر انه هذه المحطه ديال الزيارات كتكون مفيده وغتكون افيد لو ان كل الفرقاء يلتقوا معكم ويشوفوكم. سيدي الوزير، اولا انا من خلال الزيارات الميدانيه تتبين بان هذا التركيز على التعليم الاولي ضروري، وفي الحقيقه مازال الحاجه مهمه، والمثال من اقليم تاونات تتبين بان اذا كان واحد البرنامج طموح اللي هو مسطر خلال هذه السنوات المقبله. ثانيا بغيت ناكد بان هذا الموضوع ديال الجوده حنا انطلقنا من خلال المدارس الرائده اللي هي واحد العمليه اللي انطلقت اللي غتهم السنه المقبله، واحد تقريبا 630 مدرسه، اي تقريبا 8% ديال المدارس الابتدائيه، واللي في العام المقبل غادي ينتشر باش يهم كل المدارس. وتنعتبروا بان هاد المدارس غادي يكون فيهم واحد العدد ديال الاصلاحات اللي هي غتساعد باش التركيز يتم على جوده التعلمات في الابتدائي. وشكرا.